بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. بنكون مبسوطين لما نتفرج على مباراه كويسه، دي حاجه ما فيهاش شك، لان احنا في الاول او في الاخر بنحب عالم كره القدم. ولما عالم كره القدم النهارده يكون بيقدم لنا مباراه في الدوري المصري اللي هو نادرا لما بتلاقي فيه مباراه كويسه، لا انت تلاقي مباراه هي الاجمل والامتع والاروع السنه دي في الدوري المصري، لان ما اعتقدش ان انت هتشوف مباراه بالريتم السريع اللي كان موجود في الشوط الاول زي مباراه الزمالك والمصري النهارده. صعب جدا انك تشوف الكلام ده، وصعب كمان انك تشوف كميه الاخطاء الدفاعيه اللي حصلت النهارده من قبل دفاع الزمالك ودفاع المصري الناحيه الثانيه. صعب انك تشوف الكلام ده في الدوري المصري عندنا. الحاجات دي بتطلع مره واحده بس، جاست مره واحده، دي بتبقى ماتشات عباره عن طفره، زي ماتش كده الزمالك وبيراميدز من 3 سنين لو انت فاكره، بتاع 3-3 ده، من بعد ما صرناش على اول ماتش حلو في الدوري المصري. علشان خاطر النهارده نيجي كده من حيث لا ندري نلاقي ان مباراه الزمالك والمصري النهارده واحده من المباريات الاسطوريه السنه دي بالنسبه لي في الدوري المصري، لان انا مش هلاقي مباراه احلى ولا اروع ولا امتع من كده. المصري بيبداها بان هو بيسجل هدف اول في وسط سرحان من لعيبه دفاع الزمالك، واسيست من احمد رفعت اللي كان بيقول شكله كده ان هو مركز النهارده وناوي يلعب كوره. الراجل بيرفع عرضيه، سعيد السنبوري بياخدها، لا ايزي ايمي كاسب بياخدها، بيستلم لوحده خالص في وسط مسافه كبيره جدا من ساسي وكمان محمود محمد عبد الغني اللي النهارده كان سيء جدا، وتلاقي ان الراجل سجل هدف الاول علشان خاطر الزمالك يطلع بعدها ويفتح الجيم، والمصري برده يقرر ان هو مش هيرجع يدافع ومش هنستقبل لعب، وبرده هنكمل بنفس الريتم بتاعنا بندور على الهدف الثاني والهدف الثالث. قصد الزمالك ما دخلش المباراه بدري، الزمالك دخل المباراه بعد اول تلت ساعه. مستوى اشرف بن شرقي كان سيء جدا، اشرف بن شرقي يقدم مباراه سيئه هو محمد عبد الغني، بس محمد عبد الغني برغم سوء مستواه قدر ان هو يستغل خطا احمد بعدور ويسجل الهدف الاول لنادي الزمالك علشان الزمالك يرجع في الجيم بلاعب بيقدم مستوى اداء سيء في الخط الدفاعي هو محمد عبد الغني، عشان تلاقي ان المباراه راحت للمصري مره ثانيه بعد ضربه جزاء بتحسب على حمزه المسلوسي. الكره اللي جت في ايد حمزه او الكره اللي جت كره لا الكره الاولى جت في ايد حمزه، فعلا حمزه المسلوسي الكره جت في ايده وبيخش حسين علي حسن علي علشان خاطر تصدى ليها محمد عواد. برافو عواد، شابوه، تستحق كل تقدير، تستحق ان انت تكمل الفرصه اللي انت واخدها دلوقتي، ربنا يبارك لك يا ابني علشان خاطر انت فعلا تستحق كل خير. وبعدها بيجي ضربه جزاء تاني تتحسب، على فكره هي تتحسب، الكوره لو جت في ايد ساسي ما كانتش اتحسبت لان المسافه كانت قليله جدا، انما طالما جت في ايد عبد الغني اللي بعد ساسي تتحسب عادي. يعني هي الكوره دلوقتي هي القوانين بتقول كده، طول ما انت في مسافه قريبه ما بينك وما بين ما بينك وما بين الكور ما تقدرش المسافه دي ان هي تخليك ان انت تقدر ترجع جسمك او ترجع ايدك او تقدر ان انت تعمل اي حركه، الكوره ما تحسبش ضربه جزاء. علشان كده الكوره اللي جت على المصري الشوط الاول اللي جت في ايد لاعب المصري ما تحسبش ضربه جزاء، وكره عبد الغني اتحسبت ضربه جزاء علشان يخش ايزي ايميكا او سعيد سنبوري ويضيعه ويتصدى ليه محمد عواد. معلش انا نسيت مين دخل ضربه الجزاء الثانيه، بس انا برضو سقفت العواد علشان خاطر ضربه الجزاء الثانيه كانت صعبه لان الكوره كانت مركونه حلوه قوي، وعواد عمل رياكشن احلى ولا اجمل من كده. عواد مش هيعمل كده زي ما عمل النهارده، عواد قدم مستوى وتركيز غير طبيعي علشان خاطر عواد يستحق ان هو يكون نجم المباراه. المباراه ترجع لنادي الزمالك ثاني بعد طرد احمد رفعت اللي تهور وحس ان احنا بعد ما ضربت الجزاء مش هنشم مكسب خلاص، فرفعت بيقدر ان هو يحاول يعمل سوبليكس لاحمد سيد زيزو علشان خاطر ياخد طرد مباشر. بعد ما كانوا بيقول لك في قوانين البنا الكره دي ما فيهاش طرد، طب استنى لما يرجع للفار، احنا جايبين الفار عندنا في مصر ليه؟ مش عشان خاطر يصحح اخطاء التحكيم، الفار قال له تعالى بنا في واحد اثنين ثلاثه اطرد، هتطرد ولا مش هتطرد؟ احنا حطينا لك الحلقه قدامك، هتعمل ايه بقى؟ البسه انت بقى فنان. فالراجل بيقرر ان هو يطرد احمد رفعت، فالماتش رجع للزمالك تاني بقى، خلاص الزمالك هيفضل يهاجم، والناحيه الثانيه المصري خلاص الموضوع بالنسبه له واضح ان المصري وقع في شر اعماله بعد طرد احمد رفعت، وتيجي ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول ويخش اشرف بن شرقي ويشوطها بطريقه سيئه جدا جدا عشان تصدر ليها احمد دعدور اللي ممكن تتعاد عادي جدا، بس هي برضه لو تعادت فكره محمد عواد الثانيه بتاعت سعيد سنبوري ممكن تتعاد، بس هما الاثنين ما تعادوش وكملنا الشوط الاول ودخلنا الشوط الثاني. ان احنا والله يا جماعه محتاجين تغيير. ليه برضه؟ لان احنا عمالين نرفع عرضيات وبرضه عندنا مشكله سيف الدين الجزيره ما بياخدش عرضيات، اللي هو طب ما ننزل اسامه فيصل بكالترون. لا احنا كان مكملين زي ما احنا يا جماعه، انتوا مستنيين مني اي حاجه؟ انا واقف بتفرج على الماتش زي زيكم، انا مش هعمل اي حاجه يا جماعه، الماتش حلو واسطوري جميل، مش هعمل اي تغييرات ولا هعمل اي، انا قاعد بتفرج على الماتش زي زيكم. اسامه فيصل مين اللي ننزله نلعب عرضيات ده؟ لا 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 لا، احنا لما نتزنق كده هنزل اسامه فيصل وانزل عبد الشافي مكان احمد ابو الفتوح. وفتوح لعيب عالي جدا، بس عبد الشافي لعيب بيعمل كورسات ولا اروع ولا اجمل من اللي بيعملها احمد الفتوح، فالراجل يستحق ان هو يكون موجود ومعاه موجود كمان اسامه فيصل، لعيب بيلعب له عرضيات بيقدر ان هو ياخد في ال 18، واسامه
بيعرف ان هو يتعامل في منطقه الجزاء اكتر بكتير جدا من الكره العاليه اللي بيتعامل معاها حمزه المسلوق، اللي بيتعامل معاها سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري اتلعبت له كورتين على الارض الشوط الاول عمل منهم خطوره، انما كل الكره العاليه برده ما عملش منها اي حاجه، عشان زي مباراه الجيش بس بيلعبوا بطريقه غلط على مهاجم غلط، اللي هو عايز تلعب عرضيات حط اسامه فيصل، حط انا اسامه فيصل كمل عك زي ما انت عايز تعك. خلاص كابتن علي ماهر شاف ان هو محتاج يعمل تغييرات، محتاج يغير، ينزل أستون أموتو ويطلع الفيرود بتاعه كزادي ويطلع كمان محمد عنتر، ومحتاج ان هو ينزل عمر كمان عبد الله، يمكن ربنا يكرم وترزق بضرب الجزاء وعمر كمان هو موجود اهو، وتلاقي ان اشرف بن شرقي برغم كل الفرص اللي عماله يضيعها ورغم ان الزمالك عماله يضيع كتير قوي وان الزمالك جمهوره يتشل كور كتير بتيجي انفرادات في السته ولاعيبه الزمالك بتتعامل معاها بطريقه غريبه، وبن شرقي كره عرضيه لو اتلعبت له 7000 مره يجيبها جون برضه بنشوط الهواء، لا احنا نطلع بن شرقي علشان خاطر بن شرقي في كره ثابته يحط لك الهدف الثاني، ولا احنا نخلي بن شرقي يا جماعه اللعيب الكبير لازم يكون موجود في الملعب، ما ينفعش ان احنا نغيره. الله حبك انت لما تغير مواقفك في دقيقه او دقيقتين دول ان اللعيب اللي انت كنت عايز تطلعه سجل. والمصري خلاص 2-1 خلاص الماتش خلص، الجيم خلص بقى بينزل لي جريندو خلاص بقى احنا مضطرين نهاجم علشان خاطر كابتن طارق حامد يقول لهم انا عايز الماتش يسخن شويه تعالى جريندو انت هتعدي تروح فين؟ طارق حامد شاف جريندو رايح يجري لوحده كده انت عايز تعمل هجمه مرتده لوحدك انت عبيط يا ابني، خد كوح حلو اهو اطرد طارق علشان خاطر الماتش يسخن، أستون أموتو يجيب الثاني نتعادل، جمهور الزمالك يقعد يقول لك الحكم ده ظالم ظالم، مع ان الكوره فيها طرد مباشر عادي يعني ما فيهاش اي مشكله، هي تهور من طارق حامد كالكلوب، ننزل بقى محمود زيزو عشان واضح ان نص الملعب فيه مشاكل، اسلام جابر تايه اساسا من اول الشوط هترجعه مكان طارق حامد، انت بتعمل ايه يا كالترون؟ احنا كملين زي ما احنا لحد ما زمان كملين استعادوا عن طريق أستون أموتو اللي قال فجاه كريستيانو رونالدو وعمل دبل كيك وجاب هدف يمكن هو الهدف الاجمل السنه دي برده في الدوري المصري، علشان الزمالك يبقى مطلوب منه ان هو محتاجين نهاجم بقى. بص يا جماعه احنا نازل اسامه فيصل بقى وننزل عبد الشافي والتغييرات بتاعتنا بتاع المسلوسي وحازم دي لازم نعملها بقى، المسلوسي تعالى يا حبيبي تعالى بابا يلا انزل يا حازم بقى شيكا، انا ما بداتش بيك انا غلطان ان انزل يا شيكا علشان خاطر الزمالك يفضل يلعب عرضيات خطيره على اسامه فيصل، الزمالك يفضل يهاجم علشان خاطر ياخد ضربه جزاء في اللحظات الاخيره ودي تكون عنوان نهايه المباراه اللي هو مين هيخش يشوط بقى، شيكا بقى كابتن فريق موجود جوه الملعب عبد الشافي موجود يا جماعه، مين اللي هيشوط؟ احمد سيد زيزو، الله يخرب بيتك يا كالترون احمد سيد زيزو شوط يا زيزو علشان خاطر زيزو يخش ويسجل هدف الثالث وينهي المباراه، علشان خاطر تلاقي ناس تطلع تقول لك والله الكوره كانت فاول على فركان اساسي يا باشا قبل ما ضربه الجزاء تتحاسب، ما بين تحكيم ظالم ما بين اللي هو مش عارفين تستمتعوا حتى في المباريات الحلوه تطلع لنا كده بالغلط في الدوري المصري، يا جماعه خلي عندكم دم، مباراه حلوه حصلت واتعملت افرح بيها وسقف للفرقتين على المستوى الكويس اللي قدموه النهارده وسقف للحكم على الاداء الجيد اللي عمله النهارده، مش لازم تقعد تركز لي في حاجات هايفه لا هتزيد ولا هتنقص من المباراه دي، هي المباراه الاجمل في الدوري المصري السنه دي، اما لو انت من الزمالكاوي وزعلت ان الزمالك كسب فالقصه بالنسبه لك قصه حاجات ثانيه خالص، لان انت لو بتحب كره القدم هتبقى مش فارق معاك النهارده مين يكسب او يخسر لانك شفت حاجه مش متعود تشوفها في الدوري المصري، وده بصراحه اللي كان ممتع بالنسبه لي ان انا شفت مباراه ما عنديش امل ان انا اشوفها في الدوري المصري كتير بصراحه عشان ما اضحكش عليك، بس الحمد لله ان احنا شفنا مباراه زي دي النهارده في الدوري المصري عندنا وهي مباراه الزمالك والمصري، الزمالك يستحق الانتصار عن جداره واستحقاق برغم ان باتريس كالترون كان قاعد بيفرج على مباراه ثانيه وبيغير في تغييرات ثانيه، بس للامانه الزمالك يستحق الثلاث نقاط عن جداره واستحقاق. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فانزل اشتم في الكومنتات او اللي انت عايزه.